حييكم أصدقائي، يسعد أوقاتكم جميعا. هاي أول، هاي جسر في مدينة فينيسيا البندقية. هلا احنا داخلين على الجزيرة، جزيرة فينيسيا. Siamo in arrivo a Venezia Santa Lucia. Termine corsa del treno. We are now arriving in Venezia Santa Lucia. Final destination of this journey. I viaggiatori prenderanno il treno regionale veloce 2209 per Trieste Centrale. Delle ore 10:41 al binario 1 regionale veloce 2231 per Bologna Centrale. Delle ore 10:42 al binario 14 Frecciarossa 9724 per Milano Centrale. Delle ore 10:50 al binario 4 passengers can find the train regionale veloce 22092 Trieste Centrale with scheduled departure at 10:41 minutes at platform 1724 to Milano Centrale with scheduled departure at 10:50 minutes. Con i viaggiatori che il treno alta velocità Frecciarossa 9724 arriva in Italia. Allora وصلنا نحن، وصلنا على مدينة فينيسيا. هاي محطة القطارات. أحييكم أصدقائي من مدينة فينيسيا. هاي المحطة، محطة مدينة فينيسيا. أحييكم من أحد المدن الإيطالية، جوهرة وأيقونة المدن الإيطالية فينيسيا البندقية كما يحب أن يسميها العرب. أحييكم جميعا أصدقائي. هاي إحدى وسائل النقل، تاكسي.
هاي احدى وسائل النقل، خدمات بتنقل مواد بناء، مواد تموينية، مواد متعددة من المواد الأساسية. هاي احدى معالم مدينة فينيسيا، وهي محطة فينيسيا. وصلت اليوم الساعة 10، وصلت على الجزيرة العشرة وثلث. أحييكم من مدينة فينيسيا. هاي إحدى الفنانات من آسيا. أحييكم أصدقائي من مدينة فينيسيا. برافو. الأجواء مقبولة نوعا ما، درجة الحرارة 8 مئوية. هي إحدى وسائل النقل. مدينة مليئة بالحيوية والنشاط، يأتيها من جميع الأصفاد. يأتي لمدينة فينيسيا من جميع الجنسيات. مقصد العشاق. أحييكم أصدقائي من إحدى المدن الإيطالية فينيسيا. يسعد مساكم وصباحكم وأوقاتكم بالخير جميعا أينما كنتم. أي باص بحري، أتوبيس. أي جندول بناء، تحفة فنية، أبنية قديمة من مئات السنين. ها؟
أنا من على أحد الجسور في مدينة فينيسيا. هاي التاكسي، تاكسي بحري كمان، هاي إحدى وسائل النقل. طبعا الجو غائم، درجات الحرارة 8 مئوية. أحييكم أصدقائي أينما كنتم. هاي التاكسي بحري، هاي التاكسي بحري، هاي إحدى وسائل النقل الخدمات لعمان. ما في وسائل نقل أخرى غير عن طريق القنوات المائية فقط. طبعا الركبة بالتاكسي لمجموعة جروب 100 يورو جولة. الجندول 80 يورو بيطلع فيه 5 أشخاص على الجولة الواحدة. أنا من على أحد الجسور في مدينة فينيسيا. أحييكم أصدقائي أينما كنتم. هاي قارب الخدمات. مدينة مليئة بالحيوية والنشاط. ندخل أحد الأزقة في مدينة فينيسيا. أحد الجسور مدينة فينيسيا. هاي إحدى أسواق مدينة فينيسيا. هاي إحدى أزقة مدينة فينيسيا. طبعا تشتهر هالمدينة هاي بالأقنعة. العصور الوسطى كان يلبسوها ولا يتنكروا فيها. هاي إحدى الأقنعة. أحييكم جميعا أصدقائي من مدينة فينيسيا. Anything to happen to your father, love today. Let the fire eat tomorrow.
brother, we can't rest on the ground. Doesn't it make it less? Not a chance. Not to the job and not to the love. No condition is permanent. I cannot tell the job and not to the love. Because I'm not the one. I tell the job and I tell to the love. The condition is permanent. I cannot tell the job and I tell to the love. Because we got some love. I'm going to go to the house. It's a rat, Jesus. It's a rat, Baba. It's a rat, Jesus. It's a rat. I'm a lotto. It's a rat, Jesus. But the matter, I'm a lotto. It's a rat, Baba. That to your notice. To your notice. حتى الطيور ما بتخاف من البشر. تخيلوا هدول يكونوا بمنطقتنا العربية أو بالوطن العربي هالطيرين هدول شو بيساووا فيهم أطفالنا قبل أطفالنا كبارنا. هي رح اقرب عليهم لشوفهم بطيروا. هي قربت عليهم ولا خافوا. مطمئنين من البشر هون اللي موجودين باوروبا. في طمأنينة. لو كانوا بعالمنا العربي لقتلوهم لقطخوهم. او عذبوهم الاطفال. لهالدرجة طبعا، إذا حدا سألني ليش؟ لهالدرجة نعم لهالدرجة. شوف قديش لطفاء. أحييكم أصدقائي من مدينة فينيسيا البندقية. هي قربت عليه. لطيف جدا. هي إحدى القنوات الأخرى. قنوات عديدة في مدينة فينيسيا مثل ما ذكرت. هاي قارب الخدمات من المواد التموينية أو ضاع للمحلات أشياء أخرى. هاي الأوتوبيس باص البحري في أكبر منه. أبنية راقية ورائعة جدا. تذكرني هذه الأبنية بمدينة دمشق الفيحاء. دمشق القديمة. هي قناة أخرى، إحدى القنوات على أحد الجسور في مدينة فينيسيا. هاي مركب كمان. طبعا وسائل نقل اخرى، سيارات ما في، مركبات ممنوع او بالاحرى ما بتفوت لانه كلها ازقة وجسور. هاي احد الشوارع الاخرى. طبعا شارع كبير، شارع تسوق، يعتبر الشارع الرئيسي في مدينة فينيسيا. هو محل بيع الأقنعة. مشهورين ببيع الأقنعة. هي بتتميز المدينة بالأقنعة. عندها
عندهم كل سنة بشهر واحد في الكرو في الكلور. اللغة الإيطالية لغة جميلة. Buongiorno. Grazie, grazie, grazie. طبعا ينصح بالمجيء إلى مدينة فينيسيا لارتداء حذاء رياضي. هلو عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. Grazie. السلام عليكم. هلون اخوتنا اغلبهم من النيبال من بنغلاديش، له نشاط تجاري بكثرة موجودين بفينيسيا من البنغال، شباب كثير اكابر واوادم لطفاء. هاي احدى الازقة، هاي احدى البنايات الرائعة بتصميمها الهندسي الرائع، لوحة جميلة جدا. Marca. اللغة الإيطالية لغة جميلة. اشتغلت بالشام مع طليان 9 أشهر، تعلمت بعض كلمات 82 للحكي الإحدى. القنوات القنوات من على أحد الجسور، طبعا مليئة بالقنوات المائية. Grazie.